السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صوت اللي داخل من الميكروفون. ولكن أولا أغلب ال... حطيت اثنين أنا. أولا أو الطرف اللي بيجي موكون مع ال... إيش اسمه؟ اللي هو المعالج اللي بس نشوفه على كل أجهزة الفلاجشيب في سنة 2014 يا حبيبي. هالموضوع بيخلي الـ HC10 أحد الأجهزة الوحيدة في الأسواق اللي بتملك تثبيت صورة بصري من الأمام، أحد الأجهزة الوحيدة. والـ HTC 10 مزود والـ HTC 10 مزود والـ HTC 10 والـ HTC 10 مزود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صلاح حامد. وخلينا نشغل هاي قبل ما نبلش علشانها قاعدة بتلعب وبتطلع أصوات. Access Stabilizer Smooth مثل ما أنتم ملاحظين. Smooth. Yeah. Oh yeah. أما ب... صلى نبي كتكوت وضعك. السلام عليكم. السلام عليكم. حتى لا يزال عندي بوكس النوت 1، بعدين نحكي لكم عن النوت 7. 50 It's not a 50. راح نعين جهاز الـ P9 Plus Lite. في الواقع الافتراضي سامسونج، ال جي، حتى سوني بالبلاي ستيشن، هواوي مؤخرا ايضا، بالاضافه ل مين كمان، او تترك عليها التابلت بحيث انك بامكانك انك تتحكم. هلا ولد العمه، طلعت بفيديو. خلصنا من التليفون، اجانا تاع البوزه. تاع البوزه الساعه 12:05 تاع البوزة وتاع الغاز، والله ما يعرف. أهلا بالأردن. أستاذي خلص هذا. أطلع إيش، بوزة ولا غازة؟ بزاوية 90 درجة. أخ رقبتي. يا اخي والله تسجيل فيديوهات برمضان صعب، مش سهل ابدا. السؤال التالي بيقول كيف الحال؟ الحمد لله. اعتقد فيديو اخر السنه راح اشيل 5-5 بكل ايد، والله ما اعرف كيف. Really? Hello? من ضمنها راح تكون في عندنا شغلات جديدة. اوكي نسيت صرنا نحكي. اوكي واي، ليش الكل بتطلع بقاطع؟ ما بحلالهم يجوا الا من وراي، مش عارف ليش. حر 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 يا جماعه. دبي منفصل بحد ذاته، ليست جايز. هذا بشكل عام كان كل شيء. وصلنا نصف ساعه. اي بالله وصلنا نصف ساعه. هلو هلو هلو. 1500 جيجا هرتز او 1.5 جيجا هرتز. 1500 ميجا هرتز. استوديو اللي هي سلسله مخصصه نوعا ما الى الامور اللي انا بستعملها والموديل تاعه بالتحديد هو الاكس كي. اكس كي اكس
أطلقوا الستيتمنت التالي، أو اللي هو إيش يعني ستيتمنت بالعربي؟ بداية من ناحية الحجم صار أكبر، فالآن جهاز بيملك شاشة أكبر، بالإضافة لأنه بيملك بطارية أكبر. جميل جميل جميل. في عندك اي اعدادات متقدمه بحيث انه ما بتقدر انك تشغل امور مثل التحكم بالايزو او التحكم بالشتر؟ بالعكس، طلعت كل هاي الامور موجوده من نوع DDR3 ايش كانوا بيطلعوا مشغلش يلا اخيرا وليس اخرا خلينا نتكلم عن البطاريه. جهاز الهواوي بي 8 هي راحت الشغله. سنتي. قارنت فيه ما بين الاتش سي 10 الاس 7 والال جي جي 5 من ناحيه المحتوى، من ناحيه الالعاب والتشغيل وحتى الالعاب. الان عدد الالعاب اللي موجوده والمخصصه لهذه التكنولوجيا شوي قليل، مش ضخم جدا. What happened? Mic check. Recording. Yep.